وكالعادة دايما في صباح الخير يا مصر بيكون معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدأ دايما معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض المؤشرات الخاصة بموازنة السنة المالية الجديدة 2023-2024 وتوجيهات سيادته للحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36,000 جنيه سنويا بدلا من 24,000 جنيه سنويا. يمكن الاخبار عندنا ما بتخلصش يا جمانة، وتحديدا فيما يخص الشائعات، لان يعني حرب او حروب الجيل الرابع دائما ما بتستهدف مصر دائما، لكن خلاص احنا بقى فهمنا الحكايه وفهمنا الحدوته، وبقى المصريين عندهم نوع من انواع الوعي. امبارح الحكومة نفت وقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ترشيدا للنفقات، وكمان وزارة الداخلية أعلنت عن استلام مصروفات حج القرعة بالبنوك والبريد، وده يوم الخميس المقبل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض المؤشرات الخاصة بموازنة السنة المالية الجديدة 2023-2024، وخلال الاجتماع كان في تكليف مهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36,000 جنيه سنوياً بدلاً من 24,000 جنيه. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد روسي رفيع المستوى ضم كل من دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي وميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي. شهد اللقاء تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص وقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة ترشيداً للنفقات، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة، حيث تم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن بشكل مجاني بالكامل دون تحملهم أي أعباء مادية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد بالتعاون مع مؤسسة ابني للفئات الخاصة والتوحد، وانطلقت الفعاليات من استاد الكلية الحربية بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوي الهمم وأسرهم، واختتمت الفعالية بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين في الماراثون اللي عبروا عن امتنانهم لمشاركة القوات المسلحة في استضافة هذا النشاط الرياضي وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوي الهمم. امبارح أعلنت وزارة الداخلية استمرار فروع البنوك الوطنية الأهلي، مصر والقاهرة ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية في استلام مصروفات الحج من الفائزين بالقرعة حتى الخميس 23 مارس، وبيكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج 148,500 جنيه إضافة لقيمة تذكرة السفر بالطائرة وهي مبلغ 27,000 جنيه، علشان يكون إجمالي المبلغ 175,500 جنيه لكل فائز.